اذا بزيد لازم ماي مغلي. جهز ماي بارد. اي احنا نجهز الماي الحار نسكره ننطر عليه وبعدين ان شاء الله نشوف. اوكي ندش على صب القفشه الحين. اي يلا اغسل ايدي بس. يلا اوكي الحين اللي سووا انه حطوا الماي كله اللي موجود ويا اللحم داخل الجدر صفوه كله، بس اللي قدروا يشيلونه اللي هو اللومي والجزر، خلوا الهيل والفلفل الاسود الحاب وهالسوالف كلها هناك عدل. اي بعدين راح نقل اللحم بالاخير. اوكي وبنسوي حشو. حلو نفس ما قالت لكم لازم يكون الماي فوق اليريش بسانتي فوقه، واذا تبون تزيدون اذا قصرتم تحطون ماي مغلي مو ماي بارد. بالضبط مو زين الماي بارد يكسر يخرب العيش. الحشو نسوي الحين الحشو الحين ولا اسب صب القفشه؟ نبدا صب القفشه والحشو بالاخير عقب ما استوي. اوكي ماشي يلا. الحين راح احطه على نار اصغر من كذي، مو خفيفه وايد، اصغر بس اصغر العين الاصغر. لا نسى الكشمش ام احمد بالحشو هذا. اي بدا يتناشف شويه تقريبا. شوف اي عدل. اي احنا نخليه على راحته لان هذا مو مثل العيش. نوريهم العيش لا نشف تحطه، هذا قبل لا ينشف نهائي يلا تحطه، يعني قبل لا ينشف الماي ايه؟ تحطه على الشولة الصغيرة عشان على راحته يتشرب. يتشرب بالضبط. عبني البيز ينضى يمدي ينضى ثاني. ايه البيز ود البيز هات البيز هات البيز وتر البيز خرجة نطفي. انزين انا شغلت هني اخليه هنا هادية. اي وهذا راح نحطه هني لان محتاجين هني نسوي صب القفشه. صب القفشه تنقلي على نار هاديه. هذا طبعا احنا اللي ورينا الجمهور فيه اللي هو الجدر هذا طبخناه، وهني اللحم اللي طابخينه احنا مسبق قبل البرنامج عشان يكفينا الوقت. فهذا نقدر هذا نعزله ونشتغل فيه بعدين، هم بعد البرنامج نسوي فيه خعاخه. اوكي انا بشيله الحين بعزله. اوكي وين ال عندي المقلة مقلة تبين؟ مالت صب القفشة هذا يكفي؟ لا احنا ذهبنا واحدة وين راحت؟ اوكي انا خلينا على هذا اجهزها. لا اجهزها الاشكاعي. يلا انزين حطينا ال نار هادية ونخلي. اذا احتاج أوكي. امر بالماي الماي موجود المرق موجود نخليه شوية على ما ابو سعد يذهب لنا التاوة مالت صب القفشة. بس نبيك ام احمد اذا مقلا مو تاوة التاوة حق الخبز. التاوة حق الخبز اي مقلا انا الاثنين اسميها باسم واحد. اي لا نحط المقلا اول شيء نسخن الدهن الحين وبعدين نحطه على النار الهادية وصب. أيه؟ في شغله بالنسبه حق صب القفشه القيمات ينقلب دهن غزير. أيه؟ بينما صب القفشه لازم العينه تكون طالعه عن شو اسمه أيه؟ عن مستوى الدهن. عن مستوى الدهن بالضبط، يعني معناته الدهن قليل. معناته الدهن قليل. أيه؟ انزين نبيك بس على السريع على ما تذهب يذهب المقله. اي تذكرينا بمقادير صب القفشه اذا كان في احد ما تابعنا من بدايه الحلقه. ان شاء الله مقادير صب القفشه كل قلاصين طحين عليهم قفشتين حليب بودر، قفشتين نخي بودر، قفشة خميرة، وبيضتين إلى ثلاث، بيضتين إلى ثلاث، إذا كان البيض كبير ثلاث بيضتين، إذا كان البيض يعني صغار حطوا ثلاث، وهيل وزعفران وماي ورد، وسرقة الزعفران شيء بسيط جدا. أوكي. والماي حق العيان. تمام. يلا انا قلت حليب البودر صح؟ اي قلت اي بس كيف. لازم نقول ان الماي لما تصير باللزوجه اللزوجه مالت صب القفشه الين من عينه للقيمات. عموما للقيمات تنقضب هذه ما يدوب تقدر تقضبها. أوكي. الحين راح تشوفها. وفي شيء ثاني يعني ما يخافون الناس اذا طلعت شويه لا لين هي لازم تكون كذي. شوف ايوه يعني انا مخمره واحده قريبه مخمرة واحدة. وعلى فكرة عينة صب القفشة يا جماعة بالنسبة حق صب القفشة تقدرون تخمرونها مثلا للمرأة العاملة وقت رمضان تسويها وتخمرها بالثلاجة وتقدر تطلعها قبل بعشر دقائق ترد تخمر مرة ثانية وتشتغل فيها أسرع. في ناس يخلون نسبة يعني يوم كامل
ممكن من بالليل بالثلاجة بس مو برا. بالثلاجة إيه. لأن إذا برا تطلع خميرتها. محمد تطلع. هذه اللقطة مالت اللي خمرناها. إيه بالضبط لازم. شايف الفقاعات اللي طالعة منها. إيه. شوية أحسن أي بس من ألين من مالت الجيمات. ألين. إيه ألين إيه. حتى إذا بقيت محتاج إنها تضيف لها ماي تبين عندي راح أضيف لها. هيلو محمد اوكي ابي هيل بغسل ايدي عشان اصب لانه ما اعرف اصب الا بديني اوكي ممتاز الهيل هناك قهوه هيل مطحون اوكي راح احط هيل ناعم احط لك دهن وابي دهنه قليله مو زياده اوكي الحين هذه العينه تقريبا ماسكه حالها راح اضيف لها شويه ماي شفتوا لما تخمر شلون تمسك شيء بسيط احط لي بديني علشان اقدر اعاير بس اوكي ابي دهن هني اصبر وبعد خلي عينك معاي بعد شويه تقريبا صان بس 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 اوكي انا اقدر اشوف لا تزفني بتعمي لا ولد عمي مو قصدي بس اذا لازم انا لما احط العينه لازم تبين من فوق صح انزين فهذه بالصبه تبين انا ماني غشيم عليها بس اللي قاعد الطف الجو شوفوا يا زين محمد عشان لا انا ابي اوريهم بس لزوجة ايوه شوف شلون الطب بروحها هذا اللي انا ابي زين بس بعد محتاجه شوي بعد اذنك عشان هذا الحين يبي له ماي ممكن تحركه لا 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 هو على نار هاديه انا ابي اهدى من كذي لا متاكده هاديه بس خلاص لا تطفي ما طفيت اي على نار هاديه سوري لا لا قاعد انزل يا جماعه قاعد انزل ممكن شويه ماي يلا اعطيك مجال اليوم تخرب على شيء بس هاي قلت لها لا تزفي شو تزف صدق لا مو قصدي انزين ام احمد نعم اللي قاعده تسوينه هذا لما يجي بدر خذ راحتك وياي بدر شوف شوف انا الناس تشوف شلون ليلى هذه صب القفشه هذا عشان لما تنزل تفرش وتطلع منها الفقاعات اللي تشوفها في صب القفشه بالضبط زين الشيره ام احمد ها اي والله الشيره طبعا حق اللي ما يعرف كل قلاصين شكر قلاص ماي نص ليمونه والافضل انكم تحطون ليمونه بقشورها بدايه تحطون الشكر والماي لما يختفي الشكر من الماي يذوب مع بعض بعدين اضافه شو اسمه الليمونه يلا. نعم الليمونه عشان تسكه زياده اي تسكه واما اذا حطيناه قبل راح يصير مثل الكريستال الشكر من فوق مو زين عموما احنا ناخذ فاصل ونرجع ان شاء الله حق الشيره حق الصبة بعد صار صار عليها الشيرة مشاهدينا ردينا لكم بعد هذا الفاصل الحين بنرد مع شيف سامي وام احمد ضيفتنا اليوم هذه الشيرة زبت اي نعم اوكي وقلتي لنا بعد الفاصل في عندنا الصب جاهزين مسبقا ترى اي يلا نصب القفشه اول شيء لحظه ام احمد انا بس بقول حق الجماعه ام احمد مو متعوده على المقالي هذه ايه؟ اللي هي السميكه تسوي فيها صب القفشه راح تجرب واحده اذا ما ضبطت بنطلع النتيجه اي بنطلع النتيجه ونشتغل عليها لان متشككه اي بس ان شاء الله تضبط قبل لا اصب الصبه نضيف شويه هيل عشان الهيل اللي تخمر ممكن ما يطلع مع الخميره لان راحت ريحته تقريبا حطيتي ربع او ربع قفشه بس فريش تصير الحين اصب انا بصب ثنتين جربي بواحده ماكو او بواحده اذا ما نفعت هذه راح ابدلها بمعدن نعم. بس اهم شيء حق صب القفشه انه يكون ارضيه المقله سيده هي بروحها راح تنفرش ماكو مشكله شوفي من الحين شيكي زينت كذي خل اشوف تقريبا ماشي الحال ايوه لا ماشي الحال اي اذا تبين تقصرين الحين على الشوله الحين قصرت انا اي اوكي بالاثناء ام احمد انا شلون اقدر افيدك؟ ابي نبي هذا الحشو نبي بدر نبي
نبي هذا المشخل تبونه اي علشان نبي نحطه بعد القلاي خليه هني طبعا انت بروحها هي لانها لينه بروحها تفرش هي تنزل بروحها تفرش بعد شوي نقلبها راح تكمل راح تنفش زياده دبل بعد أوكي. دائما شويه ها يا دوب قد القفشه الصغيره هي تفرش بروحها عشان كذي هذا اللي قاعد اشوفه القلاصين تنزل وتفرش بس اذا ثقيله ام احمد عكست الايه هو يسمونها صب القفشه أيوة. هي حاسته بالقفشه وصبته بيدها اي فصارت صب الايد بالنسبه حق سامي بالنسبه حق المنهنه المنهنه نعم في بعض اخواننا لا زالوا المصريين عفوا السوريين الشوام الشوام اي بلاد الشام نعم يسوون نفس الطريقه بالبرغل بالبرغل الاسمر الخشن واحنا بين فتره وفتره لازم نحرك نحرك عشان ما يمسك تحت بنفس الوقت ننثره لازم زين ينثر كذي عشان يصير الشيره هذه حق صب القفشه عدل؟ اي اوكي شلون سويتي الشيره مره ثانيه؟ سويناها كل قلاصين طحين عفوا سوري قلاصين ماي قلاصين لا قلاصين شكر شكر اي قلاصين شكر نص مقداره ماي نعم يصير قلاصين شكر قلاص ماي نص ليمونه إيه؟ انا عني عن نفسي اقصصها شرايح ما اقشرها اوكي بس في ناس يحطونها عصير ليمونه نص حلو. ليمونه أي. بس ما تحط الليمونة إلا بعد ما تغلي السكر مع الماء إلى أن يختفي مجرد ما يختفي تحط عليه عصير الليمون بس يغلي احسب له 15 دقيقة هذا كامل تصير شيرتك كاملة نشيله ونغطيه ونخليه بحرارة أبدا مجرد ما تبرد راح تثقل هي بروحها أوكي وبعدين أنا ممتاز ريحته طيبة بس أنا بأكد على شغلة في الشيرة أم أحمد تقطع مع قشرة هذه افضل من انك تحط بس عصير لان راح قشر الليمون اصلا فيه عطر حلو راح يعطي الشيره طعم حلو ايضا وممكن ينوكل كانه مربى ايوه كانك سويت مربى لونها هذا الحلو من وين يا من الزعفران وماي ورد ايه؟ ولون الزعفران بس بالهذا ما يحتاج حلو. بس مجرد زعفران وماي ورد حلو وش اسمه الماي الورد بالاخير لا تطبخه وياه اوكي بالاخير تحطه شوف شلون ما شاء الله اي شكلهم صح. ولونهم ودي اشيل من المقلوى راح تعجبك على ايدك انا متاكده انها راح تعجبكم وبعدين على فكره خفيفه جدا بالاكله دايت ما يعني هي ثقيله ما هي ثقيله لان عينتها خفيفه فخفيفه جدا الحين بحط ما شوف انت من ساعه سالتني بالبريك كم الكميه قلت لك وايد ايه فتصور ايه بس انا 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 قدرت غلط بس ام احمد غشتنا سويت صغيرات هي عاده صب القفشه كذي لانها تنفرش ما اقدر اخذ لقمه اكثر راح تنفرش على الطريقه القديمه مالت عيايز قبل هكبر يسوونها عوده فهاي يمكن خمس حبات ست حبات بالكثير ان شاء الله اذا الله وفق في المرات الجايه اسوي لكم قرص المقلى الكويتي اللي على الطحين الاسمر ايوه والهيل والزعفران ما شاء الله ان شاء الله اكيد بتشرفينا هني مره ثانيه وايد قرص عقيلي بعد وقرص عقيلي واللي تبونه كويتي بحت حلو انا شايف يعني على العين ما ادري انا للحين ما ذقتها أي. بس اتوقع اتوقع يعني على اللي سوته ام احمد المقادير اللي سوتها يمكن تكفي اربع اشخاص هذه اكثر هذول او ست اشخاص هذول يبون شوي نار حاميه لان الحين الدهن برد انا أي. طولت عليها اي كمل بدر انا دائما هي خلها عشان تعطيها فرصه تقضض اذا حطيت النار حاميه ما تنقض فانا ما لا انا عشان اخطف الحديث عفوا اخوي بدر عشان اخطف الحديث منك لان انا في الطبخ يبي له لحظه معينه قرار بس ويبي له صبر الطبخ يبي له صبر اذا ما صبرت عليه ما تطلع نتيجته نهائي أوكي. الحين اخليه على راحته شوي اشيل هذول احطهم هني حاليا والباقي اكمل الصبه وابتدي اسوي الحشو وقلي اللحم واسوي رقص صباح خلينا نبدا لان الوقت بدا يقصر علينا يلا الحين انا عندي مشكله اقص الايد انا بهالاثناء بشيل هذول الحبات اللي انت هو امس بس بقول لكم كذي قصه صغيره امس كان المفروض ان شيف سامي يسوي مرقه الاصبار عدل رقص الاصبار سوري ف
فما مدانا بالحلقة. نعم. فقلت له هذا الحين ايش بتسوي فيه اللي بالصحن شيف سامي؟ فقال لي لا لا خله راح اسويه باكر. نستفيد منه. نستفيد منه باكر. فأنا نعم. كنت أقول يعني شلون نستفيد منه باكر؟ شنو بتكون الطبخة؟ فقال لي إنه في مفاجأة. فمفاجأتنا اليوم موجودة ويانا.